ومن بعد هذا الفاصل الجميل والصوت الأجمل ننتقل إلى ضيفتنا اليوم. أرحب فيك جمانة جعفر معانا، ومن مهندسة إلى شيف، فنقلة جميلة، لكن الأجمل هي الرسالة اللي خلف هذا الانتقال، وهو تحويل الهواية إلى بزنس. حياك الله معنا. الله يحييك. أنا بالبداية أحب أمسي عليكم ومسي على المشاهدين، مشكورين على الاستضافة. بخصوص تحويل الهواية إلى بزنس، أنا للحين ما صار بزنس لأن أنا مو صاحبة بزنس. أنا تحويل من مهنة الهندسة إلى مهنة الشيف. أيوة تمام. يعني أنت الحين مهنتك شيف؟ إي، أنا قبل كنت أشتغل شيف as a part time يعني بعد الهندسة. نعم. الحين توني صار لي شهر استقلت من وظيفتي الحكومية. قرار قوي. إي. فخلاص موضوع الهندسة بالنسبة لك انتهى. لا، صار هندسة أطباق وهو على فكرة المقادير. الهندسة أنا وايد نافعتني، أنا تخصصي هندسة صناعية وإدارية. نعم. فقاعدة أوظفها بشغلي يعني كشف. أي نعم. حلو. بس جمانة القرار شجاع أن أنا أترك الشيء اللي تعبت عليه وخذت عليه شهادة جامعية واشتغلت فيه فترة، وأكيد أنت ما دخلتي هذا التخصص إلا أنت فعلا حبته ورغبانة فيه، لكن هناك يمكن شغف أكبر طغى على الهندسة. فهذا القرار اللي أخذتيه شجاع جدا، لكن يحتاج إرادة. شلون أخذتي؟ ترى وايد ناس عاجزة إن هي أو متخوفة إن هي تاخذ هذه الخطوة. أنا أفهم الناس اللي تخوف، أنا كنت متخوفة بالبداية، بس يبيلها قلب شوي قوي. صحيح. أنا لأن دشيت المجال بارت تايم، فشوي ارتحت بشغلي، دريت أن يعني مو فجأة استقلت. صح. وقطيت نفسي بشيء أنا ما أعرفه. لا، أنا بالبداية جربت نفسي، حسيت أنه يطلع مني، والحمد لله. تمام. نبتدي الحين عالم الطبخ والشيف جمانة قدامنا الحين تبارك الرحمن، حتى متابعينها في السوشيال ميديا كثار إذا هم قاعد يتابعونا في البرنامج. نبي إحنا بالمقابلات ما ندش مرة واحدة، نبي نبتدي هني نقطة التحول. سكرنا باب الهندسة والدراسة، أكيد شافت الشيف جمانة شيء ثاني في داخلها تبي توصله للناس. وين كانت البداية وشنو اللي خلاك؟ طبعا هو طبيعي أن كل بنت تحب المطبخ. شرايك في النبذة؟ لا مو طبيعي. في وايد بنات ما يحبون المطبخ، وفي رجال ايضا يحبون المطبخ، فما له علاقه. انا بتكلم عنك تحديدا. أي. شنو اللي خلاك تدشين هذا العالم، خصوصا ان الحين صار اسهل مع وجود انستغرام وغيره من الاكونتات؟ انا من قبل يعني كان الطبخ بالنسبه لي هوايه بس. حلو. كنت اصور عادي بسناب، احط وصفات يعني اشاركها مع الناس اللي عندي برايفت سناب يعني. نعم. اوكي. فكانوا كلهم يدرون ان انا وايد احب الطبخ. فجأة دزت لي رفيجتي إعلان إن مسوين برنامج، كان برنامج شيف الكويتي، وهو يعني يقبل الهواة واللي دارسين. أوكي. Which is not fair. إنه يعني في ناس دارسين ولهم بالمجال وفي ناس هواة، بس أنا شفت نفسي إن أنا وصلت لمرحلة، هي المرحلة الأولى الثانية الثالثة وبعدين الفاينل. نعم. أنا وصلت للثالثة. ما شاء الله. وقرعة يعني على حظي طحت ويا أقوى اثنين بالبرنامج، هم اثنينهم دارسين. فشفت نفسي ان انا ايه انافس ناس دارسه بالمجال، وانا للحين انا هاويه. فحسيت انه هني حسيت يطلع مني. بعد البرنامج قدمت على مطعم، يعني اشتغلت في مطعم بس كمتدربه، يعني ما كنت اسوي الوصفات. لما دشيت المطعم عرفت ان الطبخ بالمطعم وايد يفرق عن طبخ البيت. زين. وايد يعني البروسس غير، تحط بالك على الهايجين، تحسب الكوست، الويست، وايد اشياء. أي. تختلف عن طبخ البيت. والحمد لله بعد ما اشتغلت از تريني جاتني فرصه بالسعوديه، يعني انطلاقتي كانت بالسعوديه، اول منيو لي كان تبارك الرحمن جمانة. شوفي الفرص دي من الله عندك. أي. مترتبه. صح. حلو. حلو. وسويتي المنيو الخاص فيك؟ اول منيو خاص فيني كان بالمملكه العربيه السعوديه. وبعدها اشتغلت بالكويت. أي. يعني اي مطبخ بالضبط اللي يستهويك، او اي نوع من الطبخ يستهويك؟ انا كل من يدري ان انا احب المطبخ الياباني. الياباني؟ اي، انا وايد يعني اكثر بالمطابخ الاسيويه، وحتى لما اشتركت في برنامج توب شيف يعني شفت متاخر وعرفت متاخر ان الشيفز يطالعون اكثر المطابخ الايطاليه الفرنسيه،
فهمت متأخر. نعم. أي. لكن بالرغم من بساطته، شكل الأكل الياباني بسيط لكنه ما أعتقد أنه بسيط. يعني تريكي شوي، أو لازم الواحد فعلاً يكون حيل متمرس بالنكهة شلون راح تطلع صح. في النهاية. صح. يعني غير مثلاً الإيطالي أو الفرنسي، معروفة الأكلات هذه والإضافات اللي تنحط محدودة، لكن الياباني صار يعني مكتسح بالعالم، وقاعد أشوف أنواع جديدة، حتى صار يدخلون الفاكهة في الأنواع صح. في الأكل الياباني. صح. صح. أنا أشوف المطبخ الياباني فيه نكهات مميزة. تميزة مو موجودة بولا مطبخ ثاني. يعني في بالمطبخ الإيطالي والفرنسي أكيد، وحتى المطبخ العربي، بس المطبخ الياباني وايد سمبل، وبنفس الوقت النكهة تسوي كيك يعني. صح. تذكرون طعم. لفينا حول العالم، برجع للمطبخ الكويتي. ايه؟ والطبخ الكويتي الجميل واللذيذ اللي قاعد نشوفه الحين تبارك الرحمن. حتى هناك يعني منافسة كبيرة جمانة بين اللي يسوون المنيو والشيف. أنا بتكلم عن كبزنس بالكويت، لأن الكل يقول الأكل بالكويت لذيذ وغير. شنو اللي يفرق جمال أكل الكويت؟ أنا قدام شيف ما شاء الله ناجحة وعندها خبرة كبيرة، فعطينا شنو تقريبا من أسرار نجاح المطبخ الكويتي كأكل كويتي، وأيضا كنكهة المطاعم الكويتية بكلها، إيطالي ولا ياباني ولا. يقولون الأكل بالكويت غير، ليش غير؟ احنا هنا بالكويت في شيء اسمه فيوجن، اللي هو تداخل مطابخ. يعني مثلا لما رحت اليابان كليت سوشي غير عن اللي احنا ناكله بالكويت. هنا متعودين معاه صوص واشياء، فدائما يطالعون الذوق العام. يعني انا ما راح اقدم تراديشنال فود بمكان ممكن ما يتقبلون ياكلونه، فلازم انا ادرس حتى الذوق العام، اشوف الذوق العام شنو يبي. وانا مثلا بفتح هندي، ياباني، كويتي، وات ايفر، لازم احور المطبخ او ادخل فيه النكهات اللي ممكن الناس تستسيغها او تتقبلها. صحيح. وبالمقابل يقولون العين تاكل قبل، يعني مثل تزيين الاكل او تزيين الطبق، تهتمين في هذه التفاصيل؟ اي طبعا. انا بالنسبه لي في ناس تفكر شنو الطبخه بعدين تفكر شلون تقدمها. انا عادي تجيني فكره تقديم قبل لا ادري شنو الطبق. يعني افكر بفكره التقديم بعدين افكر شنو الطبق اللي ممكن اقدمه كذي واسويها. وفعلا يفرق لما تقدمين طبق بجماليه معينه او بتفصيل معين. هل فعلا تشوفينه مؤثر او هو فقط لاول ثواني؟ هو مؤثر، لانه مثل ما تفضلتي ان العين تاكل قبل، وبنفس الوقت هو ترى تسويق. يعني بدل انا اجيب احد يسوق لي وكذي، الناس دائما تصور الافكار الغريبه بالمطاعم، هذا كله ماركتينج حق المطعم او حق الطبق. صح. والدليل على ان في شغلات كانت يسوونها بالمطبخ، يعني صبت الصوص ولا صبت الشوكليت، قام لا يقول لك اياها علشان يقول لك ريدي عشان تصورين. أيوة. فهذه اللقطات حلوه ممكن تكون تسويقيه اكثر. زين جمانه، انت الحين ما شاء الله قاعد توصلين رسالتك الخاصه بالنكهات والاكلات في فيديوهات انت تسوينها، بس هم اذا كنا نتابعك نشوف جمانه مرات تفكر انها تطلع شوي عن الطبيعي، بانها تسوي يعني حتى من المكونات الناس تستغرب انها جاهزه انها تسوي كذي. فهل انت لما تسوين هذا الفيديو وتقولين الاكل لذيذ مسويته من قبل، ولا لايف بالفيديو انا بسوي لكم اياه اول مره؟ لا، انا بالنسبه لي احب اجرب اول. أوكي. يعني انا في فيديوهات عادي الناس تشوفها 4 دقائق، انا ماخذه مني ايام قاعد اجرب واحط عندي بالستوري. يعني اللي يتابعني يدري ان انا بالستوري مثلا في صلصه سويتها يمكن عادي 5 مرات عشان اضبط الصوص الاصلي اللي موجود بالمطعم. احب لما انزل وصفه اكون جربتها حق الناس. تمام. بس السوشيال ميديا يعني عالم ثاني، وفي ناس اكتشفت ان الناس تحب الاكل السهل البسيط، تبي تطالع فيديو بسيط ما تبي تطالع شيء وايد معقد. حلو. جمانة، بالمقابل قبل شوي ذكرتي نقطة مهمة لما دخلتي مسابقة عفوا، قلتي في ناس دارسة وفي ناس هواة. بعد ما خضتي هذه التجربة، هل فعلا شفتي أن الدراسة مهمة في هذا المجال، أم أن كونك هاوية وصاحبة ذوق خاص كفاية للانتشار؟ هو بداية أنا لما شاركت بالشيف الكويتي كان للهواة. نعم. شيف الكويتي كان ب 2018، توب شيف قدمت 2019، يعني ما مداني سنة وشوي. حلو. ما كان عندي حتى ذيك الخبرة، فهني وايد كنت خايفة أول شيء. أن أنا طلعت من موضوع أن أنا أمثل جمانة، دشيت موضوع أن أنا أمثل الشيف الكويتية، البنت الكويتية، أمثل بلدي، فما بي يعني
يصير انه او ما تعرف فشلتنا مثلا. فالحمد لله انا بوقت يعني دشيت اللي معي كلهم المتسابقين كانوا كلهم اعلى خبره مني، في دارسين في مو دارسين، يعني عادي ترى في احيانا شخص دارس بس شخص عنده خبره يكون وايد اكفأ من الشخص الدارس. اكتشفت نعم. ان هالشيئين يكملون بعض، يكملون بعض. أي نعم. دراسه من غير خبره ما تنفع. ايضا الخبره مو شرط يكون دارس، يعني يكون عنده مثلا شهاده، ممكن كورسات، الشيف يطور نفسه بكورسات. صح. بس اكيد الدراسه تعزز الموهبه. نعم. تمام. انا بنتكلم الحين جمانة عن الانتشار اللي يكون على مستوى الخليج في الوصفات نفسها، كلمينا عن هالبارت شلون مهم بالنسبه حق الشيف انه لما ينتشر على مستوى الخليج يكون انتشار سليم وصحيح وناجح، هذا اهم شيء. احنا الحمد لله بالكويت يعني يسمونها عاصمه المطاعم بالخليج. صحيح. اي فكل من يحب انه يعني تحديدا بالخليج يجي الكويت بس عشان يجرب اكلنا، فعندهم ان الشيف الكويتي او الكويتيه عندهم تيست خاص. في ناس عادي يعني تسويق ان مثلا هذا المطعم يشتغل فيه شيف كويتي معناته شيء مميز. صح. يدرون. فالحمد لله يعني هذه سمعتنا حلوه بالخليج وان شاء الله احنا نكون قدها يعني كشيفز. بالمقابل المنافسه، منافسه بين الشيفز في الابداع وفي التقديم، او هناك ايضا ممكن تكون منافسه غير شريفه يسمونها، يعني ممكن احد ينتقد عمل شخص ثاني او هذا. هل تعرضتي لمواقف مثل هذه ما بينكم انتم كشيفس يعني في نفس المجال، او انتم فعلا متعاونين وتغشون من بعض؟ هذا ضبط شيء، هذا سواء اضبط مني. اي زلق شلون المنافسه؟ هو اكيد اي واحد بيكون باي مجال لازم يتعلم يتقبل الانتقاد. في اكيد ناس تنتقد بطريقه مثلا يعني قاصده ان تجرح او تاذيك، وفي ناس لا تنتقد بغرض ان تطور من نفسك او تخليك تحسن من نفسك. المنافسه بالعكس انا اشوفها شيء وايد جميل، شيء وايد حلو، وكل واحد له مجاله او كل واحد له التاتش مالته. يعني انا بالعكس احب ان مثلا يكون في تعاون بين شيف وشيف بمطعم مثلا معين. والمنافسة إذا بتكلم على مستوى الخليج، المنافسة عندنا بالكويت صراحة وايد صعبة. يعني إحنا يمكن كل يوم نسمع أن كل يوم يبطل مطعم جديد. صح. فأنت على ما تجربين مثلا إذا بنتكلم عن البرجرز، على ما تجربين كل مطعم البرجرز، على ما تردين حق المطعم اللي أول واحد جربتي وايد يبي لك، يمكن تجربين واحد مرة بالشهر. صح. صح. فبالخليج ما في كذي، بالخليج يعني عادي يجيك بشكل يومي لأن المطاعم ما فيها كثرة. احنا عندنا بالنسبة حق السوق الكويتي سوق الهبة، العرض أكثر من الطلب وهبة فعلا. هبة يعني لما طلع سوق البرجر مثل ما نقول صار في انتشار فظيع، سواء في المطاعم، في السيارات اللي تبيع هذا النوع من الأكل. فمثل ما انت قلتي يصير في انتشار قوي، وقلتي العرض أكثر من الطلب. العرض أكثر من الطلب أنا أشوفه بالنسبة حق الكثافة السكانية مثلاً اللي موجودة بالكويت. نعم. غير عن مثلاً المملكة، المملكة إن شاء الله التعداد السكاني وايد طبعاً. فمقارنة أكيد. نسبة المطاعم موجودة معقولة بالنسبة حق الكثافة السكانية. بس شعب ما يجامل، صح كلامك. أنا أسوي تست بس يعني أحسن تسويق يصير من الناس نفسهم، مهما قطيت فلوس على مشاهير سوشيال ميديا يسوي لي إعلان، إذا الأكل مو حلو يكش ذبان. بالضبط. عادي يهب فترة يعني يكون هذه الهبة. أيوة. بس يسكر بعدها. صح. لأنه خلاص إذا كان الشيف مو مسوي منيو حلو ومعتمد على أوفر صوص بس اللذة باللحم بالبرجر ما ينفع عندنا. هذا الحلو بالكويتيين إنه ما يجاملون في هذا. ما يجاملون وهم بروحهم ججز، يعني عادي يذوق قبل أنت تسأله إيش رأيك بالأكل هو يقول لك. يعطيك الراحة. الأكل إيه بالضبط. هو جج خلاص. زين قبل أختم وياك جمانة، دائما لما أشوف أي أحد مشهور في السوشيال ميديا شيف لما يسوي وجبته أو طبخته يذوقها دائما يسوي لذيذة. في مرة سويتي شيء وقلتي لا والله تحتاج وايد شغلات ونزلتي الفيديو؟ أنا نفس ما قلت لك أنا ما أنزل فيديو إلا إذا متأكدة إن الوصفة أوكي وعجبتني. في ناس لا والله في ناس يعني تصور الطبخة نفس ما هي وكلها لذيذ لا وتنزلها وتقول، في ناس حرام يقولون لا ناقصها كذي لا يبيلها كذي، بس الأغلب إيه في ناس
تقول كلها لذيذ يعني. يعطيك العافيه. الله يعافيك. جمانة نصيحه اخيره للشباب. انا انصح الشخص اللي عنده هوايه انه يعني يجرب ياخذ الهوايه على محمل جد اكثر، مو انه بس يضيع وقت فراغه، ممكن هذه الهوايه تفتح له مصدر رزق. نعم. شكراً جمانة. عفواً. شكراً للشيف جمانة جعفر، اليوم كانت ضيفتنا في برنامج الظهيرة، مستمرين وياكم مع ضيوفنا لكن بعد الفاصل.